أقلعت طائرة نقل عسكريتان محملتان بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري في مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بكميات من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال. كما قامت القوات المسلحة بدفع طاقمين طبيين على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبي لعدد من مصابي الجيش الصومالي إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقي العلاج بمستشفيات القوات المسلحة. وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الاستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التي تم نقل المصابين إليها من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم. كل الامكانيات مسخره ليهم علشان يعني هم اخواننا من دوله الصومال وضحايا عمليات الارهابيه. احنا عندنا الحمد لله خبره في تقديم الخدمه الطبيه في هذه الحالات، والمستشفى كلها على هبه الاستعداد لاستقبال هذه الحالات. الاصابات ما بين اصابات في العين والوجه وكسور بالفك وكسور متفرقه بالجسم، ولكن الحالات كلها الحمد لله مستقره وتم تسكينهم والتعامل معاهم وإعطاء العلاج المناسب ويتم شفائهم على خير ويرجعوا بلدهم بخير إن شاء الله. يأتي ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.